أنا أحمد حسن، أنا ابتديت الكارير بتاعي سنة 99 في مكاتب محاسبة ومراجعة. أنا خدت CMA من 15 سنة وبشرح CMA من 10 سنين، وأتشرف أن أكون واحد من تيم التدريس في الأكاديمية. لو هنتكلم على CMA، أول حاجة نعرف أن CMA دي اختصار لCertified Management Accountant أو شهادة المحاسب الإداري، زيها زي أي شهادة تانية من الشهادات العالمية الكبيرة أو زي CPA وزي CFA وزي ACCA. أهم ما يميز CMA إن هي بتختص بالعمل في الشركات، يعني مش زي CPA. CPA ممكن نقول عليها إنها مختصة أكتر لمكاتب المراجعة ومكاتب المحاسبة، لكن CMA مجالاتها أوسع، إن أنت ممكن تشتغل في أي شركة أو أي بنك أو أي شركة مالتي ناشونال. مين الجهة اللي بتدي CMA دي؟ الجهة المانحة CMA هي معهد المحاسب الإداري في أمريكا في كاليفورنيا، هو اللي بيعتمد الشهادة دي. طيب الشهادة دي بتتكون من إيه؟ الشهادة بتتكون من 2 parts. البارت الأولاني بيتكون من budgeting, costing, financial planning، تمام، و financial accounting. البارت التاني بيتكون من financial analysis, corporate finance. كل بارت من ده من دول ليه امتحان، امتحانه بيبقى عبارة عن 4 ساعات. الامتحان بيتكون من 100 MCQs و 2 سؤالين SA، يعني 100 سؤال اختياري وسؤالين مقاليين. لازم عشان تنجح تعدي فوق 75% عشان تكون باص للإجزام. مين اللي يقدر ياخد CMA؟ اللي يقدر ياخد CMA أي حد خريج كلية التجارة، سواء خريج حديث التخرج أو خبرة سنتين أو خبرة 3 سنين أو حتى خبرة 10، لأن كمية المعلومات المتاحة في CMA دي تقدر فيها أن أنت تبني الكارير بتاعك، وتقدر فيها تعمل أبجريد للليفل اللي أنت فيه، سواء أنت لسه خريج جديد أو أنت خبرة سنتين أو أنت خبرة 10 سنين. كمية المعلومات المتاحة وكمية الارياز اللي بتكفرت سواء في الفاينانس أو الأكاونتينج كبيرة جدا، لدرجة أن أنت تعمل فيها أبجريد لنفسك. لو سؤالك دلوقتي أنا هاخد CMA هعمل بيها إيه، أو إيه الاستفادة اللي هستفادها من CMA، أقول لك أن CMA دي بتعمل لك أبجريد للكارير بتاعك زي ما بتعمل أبجريد لأي حاجة أنت ماسكها معاك، سواء تليفونك أو عربيتك أو أي جهاز معاك محتاج تعمل له أبجريد، أنت محتاج تعمل أبجريد للكارير بتاعك عشان تقدر تبقى عندك فرصة ان انت تلتحق بشركة كبيرة او شركة مالتي ناشونال او فرصة عمل في اي دولة تانية برا مصر. فرصتك الاول حاجة ان انت تبقى معاك CMA عشان خاطر هي دي اللغة اللي الناس كلها العالم كله بيتكلم. انا دلوقتي محتاج ايه عشان اقدر ابتدي CMA؟ انا محتاج اول حاجة ان انا اعمل ممبرشيب او اعمل عضوية في IMA. بمجرد ما بعمل العضوية دي بيبقى انا كده هوت بقيت ممبرشيب في IMA اللي هي الجهة المانحة CMA. بعد منها هاخد الكورس بتاع CMA، وبعد كده هخش الامتحان. الامتحان ليه ويندو معين في السنة، ليه مرات معينة في السنة بقدر اخش منها الامتحان. بعد ما بباص في الامتحان سواء في بارت 1 او بارت 2 لازم ما يعديش عليا 3 سنين خلال تسجيل بتاع CMA بتاعي. يعني مثلا لو انا سجلت في IMA عملت الممبرشيب بتاعتي وبعد كده دخلت بارت 1 وقعدت سنتين وجيت اخش بارت 2، بعد 3 سنين من تسجيلي في IMA هيعتبر الامتحان بتاعي الاولي الاخر. يبقى انا عشان اقدر اخد CMA انا الاول محتاج اعمل ممبرشيب، وبعد كده هوت اباص في الامتحان الاول واباص في الامتحان التاني، تمام، عشان اقدر ابقى CMA سيرتيفايد.